الأخبار الأنية والتطورات على الصحة الوطنية والعالمية. زادة مرحبا بك سفيان. أهلا وسهلا فخري. مرحبا عبد العزيز. أهلا بك. باش نبداو مباشرة من مجلس الجهات والأقاليم الذي ينعقد اليوم أو الجلسة، باش ناخذوا أكثر تفاصيل على الموضوع. حسيناه كلي شوية إنا بيرسو، تعديت الجلسة عبد العزيز، ما صارتش إعلان كبير على الموضوع، ما تقدمش على أساس أنه حدث في علاقة بغرفة ثانية اللي احنا بصدد تكوينها مع مجلس نواب الشعب. سي با ان ايفينمون، هو الانتخابات نتاعو سي با ان ايفينمون. تعديت ما فيش هذا انطباع راهو، مش معناه هو ماهوش حدث، ولكن الانطباع يمكن سفيان يرى انه لا ايفينمون. مجلس نواب الشعب زاد كيف حتى الجلسة الأولى نتاعو ما كانتش حدث كبير كيما الجلسات نتاع، وهذا لربما للاعتبارات نتاع خصوصية المرحلة الجديدة، لاعتبارات انه الناس ما عادش مهتمة كما قبل بالشأن هذا، لأنه المجالس ما عادش تهم المواطنين، التغطية الإعلامية كما سمعنا اليوم فما كان الإعلام العمومي اللي غطي إلى حين تحديد شكون معناها الإعلام المعتمد اللي مش كيما صار في الجلسة نتاع مجلس النواب. هاو زميلتنا أنيسة مكشاحة في المباشر تعطينا أكثر تفاصيل ونرجعوا بالتحليل. أنيسة مرحبا. مرحبا بك خلود، مرحبا باللي يسمعوا فينا على إيلسان. بالفعل خلود، أنا ومجموعة من الزملاء الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام الخاصة واللي متعودين على تغطية أشغال مجلس النواب، يعني أسامينا مدرجة ضمن قائمة الصحفيين المعنيين بدخول المجلس اليوم، نلقاو أسامينا غير مدرجة ضمن القائمة وممنوعين بالتالي ندخل. وفما كان أسامي صحفيين خلود ينتميوا للإعلام العمومي اللي تم السماح اليوم بدخول تغطية الجلسة الافتتاحية اليوم في مقر البرلمان في باردو، هما وكالة تونسية افريقيا للأنباء، التلفزة الوطنية، الإذاعة الوطنية، ومؤسسة لابريس. وبالتالي خلود تم استثناء الإعلام الخاص من تغطية الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي تم انتخابه مؤخرا، وهذا مش غريب الحقيقة وما تفاجئناش، لأنه شيء هذا صار قبل الجلسة الافتتاحية للمجلس النواب خلود كنت تذكر. جوستومون وقتها تسألنا شنو هي السبب، والناس الكل يقولوا مش احنا اعطينا الاذن بالموضوع، وفما راهو جوست هكا كلام تقال ووقع الاعتماد بطريقه غير رسميه. انيسة اليوم فما ورقه معلقه؟ مش ورقه معلقه، ما كيف نمشيو يقولوا لنا راهو اسميكم مش موجوده، يوريونا القائمه نتاع الاسامي اللي موجوده باش ندخلوا، مش معلقه في البيت. واضح واضح. دونك ما عندكمش فكره شنو صاير دونك في المقر السابق لمجلس المستشارين؟ لا لا ما كانش مدخول. باهي واضح. دونك نمشيو للاعلام العمومي باش نعرفوا شنو اللي صاير. سفيان معناها الساعه الميكرو سفيان فيما يتعلق بموضوع مجلس الأقاليم والجهات، هي راهو معناها وجوده انتخابه وجلسته في تقريبا في شبه إهمال من طرف الرأي العام، ومش من طرف الرأي العام كهو، لأنه السلطة نفسها ساهمت وساعدت على انه اما ما تحضرلوش وما تخليش الراي العام يهتم بالاجتماع هذا. وهذه مربوط بمساله عميقه جدا اللي تتعلق بطبيعه السلطه نفسها، لانه احنا نعيش في اطار سلطه ذو راس واحد، فما شخصيه واحده اللي هي متحكمة في كل دواليب السلطة ومؤسسات الدولة، وهو رئيس الجمهورية. نظام رئاسي رئاسوي بشكل تام، وبالتالي حتى حد ما يظهر حتى راس ما يطلع بش قدام وجود رئيس الجمهورية. فيما يتعلق بالإعلام طبيعي جدا السلطة هذه شنية خاصيتها وعندها شنو هي خاصيتها، انها هي تضرب كل الوسائط الموجوده، احزاب، منظمات، نقابات، اعلام، اللي كل، وبالتالي تعتمد معناها اليوم نلقاو رواحنا مره اخرى في منع الصحفيين
وليس الإعلام الخاص رأو. واضح منع الصحفيين. علاش علاش نقول منع الصحفيين؟ لأنه اللي خليوهم يدخلوا ما همش الصحفيين متنحن. ليه؟ هما موظفين في وسائل إعلامية خاضعة للسلطة القائمة. لحظة معناها الصحفيين اللي يخدموا مع الإعلام العمومي هم موظفين عند السلطة القائمة؟ هذا السلطة كيفاش تنظر لهم؟ وهذا مش معناها هما كيف؟ لا هذه خدمتهم من بعض الأخر اللي يعطيونا البرودوي اللي يعطيونا هو هذا. معناها تنزع عليهم صفة الصحفي. هذا هو شيعطيونا كم برودوي. المنتوج اللي يعطيوهونا ما هوش منتوج صحفي، هو منتوج بروباغاندي، ما هوش حتى إعلامي، هو اتصالي، منتوج اتصالي لا علاقة له بالإعلامي وبالصحافي. يعني المنتوج اللي هما يقدموا فيه في السيركونستانس اللي لقاو رواحهم يخدموا فيها تخليك انت تقول انه هذه وظيفة، مع اما مش هما مش صحافي. ليه اخزر في الإعلام العمومي. خلي تبدا الامور واضحة. راهو في الإعلام العمومي عندنا صحفيين جيدين وما عندناش صحافة، ما عندناش إعلام، ما عندناش إعلام. كما في القضاء عندنا قضاة متميزين وما عندناش قضاء. فخري سفيان كان يقولنا سي دو ديجا فو، هذا الكل نعرفوه. بكم بهتين السلطه قائمه على شخص واحد، راس واحد للسلطه، صار هذا في مجلس النواب، وعلاش بهتين اليوم؟ انا زدنا نجم نراها من زاويه اخرى. انه مشروع الرئيس قيس سعيد او مسمى المشروع المجالسي الى اخره ما هوش شعبي، ما هوش مقبول شعبيا. الشعب ما قبلوش، الشعب قابل فكره نظام رئاسي، قابل فكرة رئيس، فكرة كذا، ولكن هالمشروع هذا متاع مجلس الأقاليم، مشروع متاع المجالس المحلية إلى آخره، شعبيا ما تقبلهاش الشعب التونسي. ربما هي خطرة فكرة جديدة، ولكن شعبيا ما شفناش يسبب المشاركة ضعيفة في الانتخابات متاع المجلس النيابي، وزاد في الانتخابات هذه اللي هي مجالس المحلية اللي على أساس هي باش تبني التنمية إلى آخره للجهات، ومن خلالها الناس باش تمارس السلطة. أعتقد الآن لازم نتوقفوا لحظة معينة. أعتقد هذا المشروع على مستوى شعبي ما تمش تقبله. وأيضا كما قلت أنت، الحدث متاع تنصيب المجلس هذا اللي يعتبر هو مش يمارسوا به الناس، مش يمارسوا به السياسة مباشرة، هو إنابيرسي يتعد بين مشني المهيمن على التوانسة لو يتحدث في الكواليس. الانتخابات الرئاسية طبعا، الانتخابات الرئاسية والتوانسة الكل الآن مركزين كانوا مع الانتخابات الرئاسية، مركزين فما انتخابات رئاسية ماذا كيفاش باش تكون إلى آخره. إذن في رأيي أنا التوانسة أثبتوا شعبيا أنهم مع نظام رئاسي، مع فكرة الرئاسي، ولكن أعتقد الفكرة النيابية والفكرة التمثيلية، وأيضا حتى المشروع الذي أتى به الرئيس قيس سعيد في علاقة فهمتني به أنه تكون ثم السلطة محلية تتوج على مستوى وطني، أو الشكل متاع التنظم هذا متاع السلطة، أعتقد على مستوى شعبي نراه فيه ضعيف، وضعيف جدا. عزوز نختم معك في الموضوع هذا. المزاج الشعبي لا علاقة له بمشروع رئيس الجمهورية. المزاج الشعبي حسم أمره فيما يسمى بالمجالس ومجلس النواب قبل 21، قبل 25 جويليا، حسم أمره بعدما شاهده لمدة 10 سنوات من صورة سيئة قدمها البرلمان بطريقة أو بأخرى، ولو كانت في بعض البرلمانات ناس باهية، لكن في البرلمانات كانت ثم ناس باهية، لكن الصورة والانطباع هي أنه أصبحت كل عملية سبر الآراء، وإذا نذكروه أنه آخر مؤسسة تحظى بثقة الشعب ورضاء الشعب التونسي هي مجلس نواب الشعب. والدليل على ذلك نهار 24 جويليا الناس خرجت للشارع وطلبت بحل مجلس النواب وبتغيير النظام وغيره. أكثر من ذلك لا علاقة له بمشروع رئيس الجمهورية. شفنا نسبة مشاركة نسبة المشاركة ضعيفة في الانتخابات التشريعية في المجلس هذايا، نسبة المشاركة في مجلس الأقاليم، التجربة ما زالت جديدة لا يمكن تقييمها الآن. هذا من ناحية السياسية ومن ناحية مشروع الرئيس. من ناحية الإعلام، العملية اللي صارت في مجلس نواب الشعب
تم تصحيحها بعد مدة بأنه تم اعتماد وسائل الإعلام ما يسمى المعتمدة. وأنا هنا راهو ماذا بينا زاد نوضحوا حويجة، أنه أولا وقبل كل شيء راهو كانت سوق دلال راهو قبل. أنا كنت في مجلس النواب الشعب ونعرف جيدا، صحيح الصحفيين تدخل وبمنطق الحرية، ولكن راهي كانت اختراقات كبيرة، وكان دز شلاكتك سامحوني في الكلمة وادخل مدون. اي لا لا مش توا زميله توا زميله مكشاح كانت تقول لنا كانت تقول لنا اللي راي هي بالصحفيين المعتمدين. خليني نكمل. هي معتمده هي معتمده. دونك كان هناك خلط كبير، وكما قلت لك دز وادخل للمجلس، انه يتم اليوم وضع بعد النظام الداخلي كما صار في مجلس نواب الشعب تحديد قائمه. توا ما نسمعوش اللي فما قائمة موجودة. لا لا القائمة هذاك قائمة جديدة. القائمة موجودة النواب. القائمة هذه لازم تابع اليوم مجلس الأقاليم، مش يكون عنده رئيس، ومش يكون عنده مكتب مجلس، ومش يكون عنده هياكل، ومش هذم هما اللي مش يحددوا الصحفيين القائمة نتاع المرة الجاية. الجلسة الافتتاحية حتى يقروا شكون يدخل، حتى يقروا يدخل كيما يدخلوا كل الإعلام العمومي. انا توا نحكي لك شنو اللي صار، نعطيك على كيفاش صارت الفكرة. الإعلام الخاص هذا مش رخصة من عند الدولة، هي صارت قبل هو علم ولا شاع هو علم ولا لا مدون يدخل. وانه اليوم قال شنو انا عندي كارتة متاع ما نعرفش شنو منين جايبها يدخل، هذا الكل يجب ان يقف العلم الناس اللي العلم الخاص العالمية الخاصة محترمة تتفضل تدخل في مسألة بالله خضوع وسائل الإعلام. والله أنا زاد حتى وسائل الإعلام الخاصة هي كانت خاضعة في فترة معينة حتى 2019 كانت تحمل من 16 ل 19 كانت تحت رحمة السلطة أكثر من وسائل الإعلام العمومية. أي وتوا العمومية تحت رحمة شكون؟ نجم تكون تحت رحمة السلطة، نجم تكون نجم. أما أنه التركيز على العمومي، أما راه حتى الخاصة كانوا تحت رحمة تحت رحمة السلطة في فترة معينة. بهاي نختم في الموضوع. توا زميلة مكشاح كانت تتكلم، كانت تقول راني أنا راني عندي اعتماد، راني كنت في المجلس النيابي راو اسمي موجود. قبل المجلس. لا 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 المجلس هذايا المجلس هذا يدخل فيه موجود اسم. شنو معناها؟ كانوا يمكن ببساطة ياخذوا القائمة متاع الصحفيين والمؤسسات المعتمدة، وإحنا نقولوا المؤسسات الإعلامية المعتمدة مش مؤسسات قطاع عام وقطاع خاص، لأن القطاع خاص إعلام زادة، ياخذوا القائمة يعطيوها يسلفوهم مثال جدد هم يسهلوا عليهم وكذا. لا أما هم أخذوا قرار أنه سنصرت الإعلام الخاص. ربي ربي كل كلمة على الإعلام تو ياسر انا نعتبرها فكره شعبويه شويه، راهو نتاع اعلام العار وما ندري شنو والشعبويه ذي بدات من عام 2011. اما نحب نسال سؤال، لولا الاعلام هذا الخاص نتاع اعلام العار راي البلاد مع عام 11 عام 13 كانت تخلق التوازن، راي مشات ربما في الخلافه السادسه الراجل، ومع عام 14 لعام 19 لولا دور الاعلام راي حكومه يوسف الشاهد راي هربت بالقطعيه الكل، وراي عملت الاستبدال نتاعها. ثم زاد وسائل الاعلام صحيح خضعت، ولكن ثم زاد وسائل الاعلام وقفت، ثم اعلاميين فهمتني وقف. في رايي انا الاعلام على مدد العشر سنوات اكبر فكره شعبويه واكبر فكره اعتبرها تافه، حكيت اعلام العار وشيطنه الاعلام الى اخره. يعطيك الصح يعطيك الصح. اذا في الاخير فكره خاطئه وراور من العبث ان نواصل فيها. تقول لي نمشي ندفع هذا ندفع هذا القطاع انه يتنظم، ندفع هذا القطاع انه يهيكل نفسه من جديد، ندفع انه هذا القطاع فهمتني يشتغل. اما زادها فكره اعلام العار وما ندري شنو، اعتقد فكره حان الوقت ان نراجعها، وانا في رايي حان الوقت ان نراجعها لا اكثر لا اقل. الكلمه هذه راجعوا كي لحمه الكرومه الناس هذوما ما تاكلين وما تمنين. حكيت عليها الكلمه ذي عمرها ما تقالت لهنا. راه نحكي لك في الاجواء الكواليس التونسيه من عام 11 ونسمعوا فيها الكلمه ذي. كواليس فيها اعلام عار الكلمه ذي قالت وكل سلطه قالت يقولوا على عام 11 قالوها. يا فخري خلينا نفسر لك حاجه، احنا هنا ما نقولوش، احنا نقولوا اعلام يتبع في اجندات، اما اعلام العار الحقيقه تشيب على الاخر ما نستعملوش. يا فاصل موجوده قائمه الذات فاصل سعيد المخرج.
الانتظار عن بداية الإفراج عن الموقوفين فيما يعرف بقضية تأمر على أمن الدولة. البارح لنا رينا هيئة الدفاع وناشطين سياسيين هبطوا تصور قالوا تم التعرض لهم هما في طريقهم لسجن المرنقية لانتظار ولا لأمل ولا لإمكانيات أن يقع الإفراج على خيام التركي. فما ديديليا فما 14 شهر هذوكم لمجموعة من الموقوفين. قرار ختم البحث كذلك اللي وقع تسريبه واللي فما برشا الناس اطلعت عليه ورينا تعليقات حول معلومات خيالية في بعض الأحيان. معنا الأستاذ لازهر العكرمي، مرحبا بك أستاذ. مرحبا، أهلا وسهلا بك ومتابعين للاعة. شكرا لك أستاذ، مرحبا بك وفرحانين برشا اللي أنت معنا، لأنه كان من المفروض دخل معنا العديد من المرات، لكن مع قرار منع التداول والمشاكل هذيك الكل ما نجمناش تكون معنا. وفيت دو كاسكيت أستاذ لازهر العكروي، مشمول بقرار ختم البحث ولكن أيضا محامي في هيئة الدفاع. لو كان نبدأ بموضوع الإفراج عن الموقوفين اللي سيبوزي 14 شهر يوفيه والبارح، شنو دي صار؟ شوف سيدتي، أنا ساعات مقاربة بعض الأشياء نعملها بالأمثال الشعبية وبالميتافور وبالتاريخ. مش رح أحكي لك حكاية صغيرة في دقيقة تبني عليها فيما بعد اللي بيش أقول. أنه في العهد الأموي معاوية بن أبي سفيان سمى خصام كبير ومعروف مع العباسيين، فالعباسيين بعثوا وفد إلى دمشق باش يقابلوا معاوية، والوفد هذا طبعا الكورتاج كان فيه البل والخيول والبغال، ما كانش فيه مرسيدسات. فنظام معاوية كلم على الحدود العراقية السورية، كلم واحد من أراضي القوم وسفلة الرعاع في دير الزور، قال لهم أعملوا مشكلة مع الوفد. فجاء أحد البدو نجز على رئيس الوفد وبدأ يعيط وقال ناقتي مسروقة وهني لقيت ناقتي وناقتي مسروقة. فجاءوا طبعا شرطة وقتها قالوا ثم مشكلة سرقة، هذا الموضوع ينقل إلى أمير المؤمنين في دمشق معاوية بن أبي سفيان. عندما أخذوهم إلى معاوية جاء البدوي قالوا يا أمير المؤمنين إنها ناقتي وسرقت مني وعندي دهر أنا مفتش عليها ولقيتها عند الرجل هذا. ف معاوية كلم العراقي اللي جاي من العباسيين قال له ما رأيك وما هي دفعات؟ قال له يا أمير المؤمنين إنه يدعي علي بأنه سرقت ناقته واللي عندي جمل ما هيش ناقة. أيوة جمل ما هيش ناقة. إذن كتب معاوية إلى العباسيين رسالة وانتهى الوفد إلى ذلك، قال لهم سأحاربكم بجيش لا يفرق بين الناقة والجمل. بيه. اليوم أنا كنقرأ قرار ختم البحث ونلقى روحي مشي جاي على ليبيا ونقابل في شخصيات مشبوهة، وأنا من عام الباك 79 ما دخلتش ليبيا وما وصلتش حتى رأس جدير. اليوم نحارب بجيش لا يفرق بين الناقة والجمل، وكيفاش توا وقت اللي يكذب عليك واحد يقول عينه كما الفيف 2011 في وزارة الداخلية وأنا شاكي به وهو يقضي عقوبة في شكايتي أنا على الفساد إكس إكس اللي هي الإكس لولا شفيق والإكس الثانية جراية، خرجوه باعتبار أنا شاكي به في تدليس العقارات والفساد ويعدي في الحبس وكذا. جابوه يشهد عليه قال لهم عينه كما الفيف. طيب عيني كما الفيف مش ثم جورت مش ثم وهاولا كما الفيف عين البيجو كما الفيف عين فلان. يعني أنا ما سألونيش عليها الأسئلة هذه. ما هو وقت اللي يجي حاكم التحقيق ويقول ملخص الكلام أنه تحصحص أن ثبوت إدانة لازهر العكرمي يعني بما سألني عنه، أنا سألوني قالوا لي شربت قهوة مع خيام التركي، قلت لهم شربت ونهارتها أنا قعدت معاه المرة الأولى والأخيرة ولم أره في حياتي من عام 1959 اللي تولدت، شفته مرة في شارع بورقيبة 14 جام في قال لي اعطيني تليفونك ما نعرفوش، اعطيته تليفوني 2/25 مشينا شربنا قهوة، قعدنا في القهوة جاء بوليس قعد بحذانا لبعد 2 متر، قلت له هاو احناش خيامي جا نقلوا نقلنا، كي بعدنا عليه وما عادش يسمع فينا كتب تقرير قال هاي يزيدوا في الاسعار، توجد على واحد وانا عندي وزارة التجارة باش نزيد الاسعار
وهذا يتكتب في قرار خاتم البحث. هذا كل طور اللي تحكي لنا فيه الأزهر العكرمي نذكره أنه ورد في قرار ختم البحث في حق به في قرار ختم البحث به أستاذ العكرمي. هذا لا يستطيع أن يتبناه إلا من لا يفرق بين الناقة والجمل، ونزيدها من عندي، من لا يفرق بين الصلاة على النبي والصلاة العشاء. واضح به التآمر في هذه الكل وينه معناها تو الناقة والجمل وكل وين التآمر؟ وين التآمر؟ اي موك العام واحد قالوا له هذاك جاء قالوا له راهو اعطاه تريحه وراهو ضربه، قال لهم باش ضربه، قالوا له كاراتيه يضرب فيه يقول له مد الكاراتيه نتاعك مد الكاراتيه هات الكاراتيه. يزينا تو بلا استاذ عكرمي يزينا من القصص والامثال تو احكي لنا على الاجيال. اي الاجيال شنو صار فيهم ال 14 شهر؟ شو صار فيهم؟ ما بالقرار انهم يقعدوا غادي باش يقعدوا غادي. القرار هل هو يستند على ثغره قانونيه على قانون على شنو القرار؟ ثغره قانونيه لا لا دايره الاتهام نهار اللي يوصل لها الملف تنحل بطاقه الايداع واللي يصدرها قاضي التحقيق وتبدا اجال جديده تصدر بطاقه ايداع جديده او انها تحيل على الجنائي. وعلى كل حال هذا ماهوش للعموم، راهو القانون الاجرائي في الفصل 109 من إجراءات جزائية متى تنحل بطاقة الإيداع الأولى ومتى ومتى. المهم أنه المشكل مش هنا، المشكل أعمق من هكا. المشكل إحنا ما عدناش أمام وضع إجرائي معناها نتبعوه ونتحاسبوا عليه باعتباره من النظام العام. المشكل 52 محالين معناها ما يجمع بيناتهم السماء ولا الأرض. يعني انا اليوم توا هو طلع معنا اللي يسموه بياشيل اللي هو الصهيوني ذا اللي في ليبيا وفي عند الكراد هو انا وبياشيل انا اللي عديت 7 سنين حامل 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 بندقيه وبالرصاص معناها مع الفلسطينيين وضد الصهيونيه. انا وبياشيل والابواق الناعقه نتاع سفاله الرعاع تحكي على الوطنيه. يا واضح به استاذ العكرمي هو لمحلة مهمة وانه نفهموا حتى الامور الاجرائيه لانه زاد سهل باش نقولوا انه الابقاء عليهم هو قرار سياسي زمنا نفهموا غير ما اسكو فما تكييف قانوني يخلي الناس هذوما اليوم مازالوا ينجموا يقعدوا في الايقاف والا لا. انا نقول لك حاجه، انا توقعاتي انا حتى زملائي يرافعوا كذا وساعات رافعوا المره الاولى المره الثانيه نتمسكوا بالاجراءات كي نشوفوا انه المحاكم ما عادش تمشي معانا وما عادش تمشي بان ولا نقول مثلا انا نقول لك بطاقة الايداع كان لازم تصدر والمطلوب هو انه ستقع نهار 2 مايو الإحالة على الجنائي ويقال وقتها انه انتهى مفعول بطاقة الايداع واصبحوا على ذمة الدائرة الجنائية الابتدائية وهذا كاو. سفيان بن حميدة معك استاذ عكرمي. لكن اهلا معناها توا فما اللي من تبريرات لقرار عدم الافراج على الموقوفين هو اعتماد على الفصل 107 وليس الفصل 85 معناها الفصل 107 هل ينطبق على هذه الحاله؟ والله ايش مش نقول لك يا سفيان، هو الانتظار البارح شوف فصل 107 الفصل 109 تماما زاد فصل 109 حل تو حتى في الانترنت تلقاه يقول لك ينتهي مفعول بطاقة الايداع ببث محكمة الدرجة الثانية اللي هي دائرة الاتهام بتعهد دائرة الاتهام وبثها في الملف ما عادش على ذمة حاكم التحقيق. توا راهو يحبوا يعملوا اتجاه، ثم حاجة اسمها الاتجاه واسمها جريان العمل واسمها الإجراءات. يعني هذا اختصاص دقيق. يقول لك لا تنتهي ولاية قاضي التحقيق ال 14 شهر يطبقوا على قاضي التحقيق مش على دائرة الاتهام. طيب مش ندخلوا في جدل قانوني ونرجعوا للقرارات التعقيبية اش قالت ونرجعوا، يعني النقاش ماهوش للوضع العام الحقيقة. حتى المحامين اللي بيناليست الناس اللي تعدات عليهم ياسر القضايا واللي يقراوا الاجراءات والقرارات التعقيبيه ضح محل خلاف، لكن لو كانت الامور طيبه وماشيه تحلت
انا نحكي لك حاجه لانه فيها سوابق. انا توقفت نهار 13 باش نعطيك مثال حي. انا توقفت نهار 13 فيفري وقعدت 15 يوم في بوشوشه باعتبار قانون الارهاب يعطي للتحقيق الحق في 5 ايام 3 مرات. لكن قاضي التحقيق مش من حقه انه يعمل لي احتفاظ، ما هو الاحتفاظ هو اللي داعي لقف قانوني، ما هو مش كيف كيف الاحتفاظ اختصاص مطلق للنيابه العموميه. انا اودعني قاضي تحقيق مش من حقه. حاكم التحقيق قابلني نهار 27 كوفيت 15 يوم، جابني قال لي شو فيه هو تحقيق يا، قال لي شربت قهوه انت وخيام؟ قلت له لا شربنا تاي. رجعني صدر فيا بطاقه ابتداء، مشيت المرنقيه وانا طلبتها، قلت له صدر بطاقه ابتداء باش تبقى تخدم. مشيت المرنقيه بعد اسبوع ولا هو 10 ايام حلت قضيه التامر عند 36، ما مشاش بالاجراءات تاع يرجع الملف للنيابه العموميه، هز ملفي خلطه اجمع حطه عند 36. توا كي هو مصدر فيه بطاقه ابتداء وقت اللي هو تخلى على الملف نحت بطاقه ابتداء نتاعو. قال لي تحقيق 36، انا عمره ما صدر فيه بطاقه ابتداء. يعني في نظر القانون حاجه وفي السياسه حاجه اخرى. معناها انا في نظر القانون بقيت المده اللي بعدها 4 شهور ولا 3 شهور ونص في حبس سراء، لكن ساكن في المرنقيه. واضح واضح استاذ لازار العكرمي، شكرا لك على المعلومات هذه الكل، ميرسي بوكو. دونك عبد العزيز البارح حديث كبير على امكانيه الافراج على الموقوفين فيما يعرف بقضيه التامر، ورينا رينا على لي ريزو سوسيو كيما نوع من البغات فيغ باش يخرجوا، ليه ما تمنيوش رواحكم ماهمش باش يخرجوا الناس تحكي على القانون. الامبيونس الحقيقه ماهيش باهيه بالكل. صحيح هي الامبيونس مش باهية في علاقة بناس معناها في الحبس عندها مدة 14 شهر، مدة الامبيونس مش باهية، وعبرنا كنا على التضامن نتاعنا مع الناس هذوما وقلنا بأنه هناك العديد من نقاط الاستفهام، والناس هذه كان من الأجر أن تكون البرة وأن تعدي رمضان في ديارها وأن تعيد في ديارها، وأنه حتى إذا كان فما مواصلة للبحث وللتحقيق يتم هما معناها في حالة صراح مع منهم بالسفر. ولد سي شواشي سي غازي تعدى معنا العديد من المرات. أما لكن فما ملاحظة بالله يا خلود في مسألة التعاطي متاع الملف هذايا من قبل العائلات ومن قبل هيئات الدفاع. أنا اللي نشوف أنه تم استغلال هذا الملف سياسيا تحت غطاء هيئة الدفاع اللي خلى الملف هذا يضر من الناحية القانونية. نجم تكون فما إشكاليات وهذه مسألة الإجراءات. أنا شخصيا ماذا بيه لو كان فما طرف محايد يجي يحكينا عليه، لأنه فما زوز تأويلات في مسألة البارح مثلا خرج أنيس الكعبي اللي هو النقابي اللي كان في حالة إيقاف على ذمة القضية متاع الأطرود اللي البارح تم إطلاق سراحه بعد مرور 14 شهر. اليوم في الحالة متاع الجماعة والبارح هيئة الدفاع والعائلات يعرفوا جيدا أنه لن يتم إطلاق السراح لأنه تم تبرير ذلك من قبل واضحة العملية. حبوا يعملوا ضغط. الضغط هذا وأنا نبهت حتى ابن سيغازي قلت له لحظة بالله لحظة يودي حقهم 1000%. أما لكن ما أنك تسيسها راهي تسيست، أنك تقحمها مثلا كما القضية اللي عملوها في الخارج ومع راشد الغنوشي ومع كذا، وأنا قلت لولده هنا من المنبر هذا قلت له ما تدخلوش الناس هذوما معاكم. لا لا معاهم معاهم. البارح مثلا أنكم ماشيين للمرنقية وأطراف معينة وشخص وجوه سياسية سيستوه الملف، تسيس الملف اللي يجب يكون عندكم الحق. سامحني البارح مثلا بكنا اطلعنا مثلا على شيء من فقرات من ختم البحث، صحيح هذا انا نعتبره مكسب للمتهمين باعتبار ما فماش أدلة وإلا قرائن صحيحة. هذا يخلي هيئة الدفاع تشتغل قدام، عندك دائرة الاتهام مازال فيها ما تنجي. لا هذا رأي رأي هذا رأي شنو اللي فيه كان ينجموا ينتظروا لحظة برك. هيئة الدفاع مرات حتى في قضايا اللي احنا 10% معاهم فما خصوم تقول لك سيسوا القضية، وتعرفني عشان نحكي أما لا تسييس القضية موجود، احنا من نشير نخزر موجود تسييس القضية والكلام اللي تقال مثلا البارح اللي نسمع فيه في تسييس انه معناها الخدمه بمساله الاجراءات لضرب ما عرف شنو ولتشويه القضاة زاد راه مش في صالح القضيه. بسرعه بسرعه كبيره، انا ديما نقول اعتمادا على
بيان الخريني متاع نقابة القضاة التونسية أن القضاء التونسي يشكو من قلة الاستقلال من الاستقلالية متاعه، عدم وجود استقلالية. سي الكعبي اللي تسيب البارح بعد 14 شهر ما تنساوش يلزم نربطوه الحدث هذا بشنوة، نربطوه بأن وزير النقل هو بيدو تمت إقالته عنده مدة ونتسائل لو أن وزير النقل قد موجود سي الكعبي يخرج ولا. هيك نرجعوا للموقوفين في قضية التآمر، الحديث على الإجراءات وعلى النصوص كل كلام زراعي كما يقول ناس قبل. العملية هي عملية سياسية بالأساس، والناس اللي مشاو من عائلات موقوفين ومسانديهم اللي مشاو حبوا يمشيوا للسجن المرناقية لاستقبال سي خيام تركي، كانوا يعرفوا أنه سي خيام تركي لا هو ولا غيره باش يخرجوا، كانوا يعرفوا متأكدين، فقط أنه كانوا يحبوا يحرجوا السلطة مرة أخرى وأنه تحط لهم البراجات والبوليسية. علاش كانوا يعرفوا؟ علاش كانوا يعرفوا؟ والكنا والتوانسة الكل كانوا يعرفوا، لأنه قدام في اجتماع مجلس الأمن القومي رئيس الجمهورية في الكلمة الافتتاحية بتاعه قالها صراحة، اعتبر أن الإجراءات في الملف هذايا إجراءات سليمة. وأنا ما نشوفش في تونس اليوم قاضي من القضاة، على الأقل ما هوش القاضي اللي تولى الملف هذا 36 القاضي أنه مازال ياخذ قرار بمازل على القرار السياسي. ما ينجمش رئيس الجمهورية قال أنه الإجراءات سليمة سكر الباب نتاع الاجتهاد. خبيا خبيا آراء مختلفة وقراءات مختلفة، وراو احنا لهنا قاعدين نعكسوا في الآراء اللي راو فيها راو عند الرأي العام. تفضل فخر. أنا شو باش نعطي رأي، أنا متعاطف معاه، أنا متعاطف معاهم العائلات، وأنا نعتبرها حركة رمزية، وهي بيد حتى العدالة تكفل العائلة أنك حتى كان ولدك مجرم عندك الحق تخبيه، فما بالك هذه حركة رمزية يحبوا يعبروا ناس تعاطفت معهم. ما اعتقدش واحد يبدأ في محنة إلى أخيره يجي واحد باش تعاطف معاه يقول له أنت ما تعاطفش معاه. أنا أتفهم وأنا زاد كمواطن وكفخر سلامي متعاطف معهم، وأتمنى أنه يجي الفرج وأنه فهمت يتم التجاوز نتاعها القضية هذه. وأنا أعتبر البلد في حاجة إلى لحظة مصالحة، وأحد خطوات ولا بينات المصالحة في البلد والذهاب البلد نحو البناء أول خطوة في المصالحة الحقيقية في رأيي أنا حتى سياسي القضية هذه نلقاولها مخارج متاع حل لها. ضيفنا بداية الماضي ساعة المرشح الانتخابات الرئاسية الصافي سعيد، نحكي معه على برنامجه وعلى رؤيته للانتخابات الرئاسية بعد شوية يكون معنا في 90 دقيقة. لكن قبل باش نرجع على موضوع طرقنا له لهنا، كنت تذكروها يا جماعة شركة صبر الآراء اللي اتضح من خلال تحقيق قام به موقع الكتيبة أنه السيت هذا يعمل في دي سونداج فيك، معناه ما مش موجودين مفتعلين. وبشوية بشوية محمد دليوس في من خلال التحقيق نتاعه وصل الى بعض الاسماء التي تترابط مع اسماء اخرى وشبكت علاقات سياسيه مع شخص هو باش يقول لنا عليها توا. محمد دليوس في مرحبا. مرحبا خلود، تحياتي ليك ولكل مستمعات ومستمعي برنامجك وراديو يافام، وتحياتي للزميل العزيز الاستاذ سفيان بن حميده والاستاذ فخري ايضا. شكرا لك، شكرا لك محمد اليوسفي. معنا عبد العزيز القدسي زيد عنا اليوم. مرحبا مرحبا بابو سلمان. مرحبا ابو سلمان. يلا لسه كل اليوم محمد اليوسفي شنو نعطيك الكلمه، خط المال اللي فاتت حكينا اون بروميير بارتي على التحقيق، كان معنا وليد المجري في اللي ما تحصلناش عليك، تعبتنا شيحت لنا ريقنا. سامحوني كنت معيط في الفاق، سامحوني. اليوم محمد اليوسفي اعطينا خلاصه الموضوع اليوم، الكشف على اسم اللي هو عاطف حمزاوي. شكون السيد هذايا اللي عنده علاقه بتونيزيا متر، عنده علاقه بنادي عكاشه؟ نخليك انت تفسر لنا.
جستومون هو خلود، احنا في الجزء الاول من التحقيق من صحه التعبير، لانه البارتي الثانيه هي كومبليمون دونكيت في الحقيقه، يعني ربما زملاء صحفيين كما المتمارسين كما زميل سفيان يعرف مليح معناها كومبليمون دونكيت. الجزء الاول انطلقنا في التحري حول الشركه، حبينا نعرفوا هل ثم شركه والا لا. اكتشفنا انه الموضوع بربماته موضوع مفبرك والشركه وهميه هذه ولا وجود قانوني لها وعنوانها مفبرك وكل التفاصيل اللي كشفتوها مع الزميل وليد المجدي في المداخله السابقه. لكن احنا لهنا ما توقفناش، لانه تعرف العمليه معقده والانفستيجاسيون تحتاج وقت والتحقيق بقى مفتوح متواصل، لانه كان من الضروري مش فقط الاكتفاء بتبيان بالحجه والبرهان وانه تونيزيا ميترز هي حاجه وهميه مفبركه مضروبه تتلاعب بالراي العام، توجه في الراي العام الانتخابي بطريقه خطيره جدا وسامحوني في العباره خطيره جدا. حاولنا نعرف من يقف وراء هذه العمليه المفبركه برمتها بهدف التلاعب بالراي العام الانتخابي في تونس. فوصلنا البحث مع مجموعه الخبراء التقنيين اللي استشرناها في التحقيق هذايا، وتوصلنا في الاخير الى كشف هويه من يقف وراء تزييف الوعي الانتخابي التونسي اليوم من خلال هذه العمليه الخطيره جدا. تبين بالكاشف اليوم انه عاطف حمزاوي اللي هو رجل مخابرات معروف، اللي هو رجل مهمات مشبوه وقد تكون مهمات قذره وعنده سوابق وفضائح عديده من بينها قضيه التسريبات التسجيلات الصوتيه المنسوبه لنادي عكاشه مدير الديوان الرئاسي السابق. سيد هذا مش هذا مش هذا موظف في السفاره الامريكيه في باريس؟ جستومون هو زميلي سفيان، هو تعرف يعني انت في الانفستيجاسيون اخلاقيات الصحافه الاستقصائيه تقتضي المواجهه. وقت نتوصلوا النتائج اتصلنا به والسيد حاول يقاتلنا، قال صحيح التكنولوجيا ما تكذبش لكن انا مستغرب كيفاش اسمي موجود في الفيشي هذيك. بطبيعة احنا اتصلنا به كان هو والتحقيق كان في سرية تامة. قلنا له شنو علاقتك بالنادي عكاشة، شنو علاقتك بمنظر الزنيدي، شنو علاقتك بالسفارة الامريكية في فرنسا؟ قال كنت نخدم فيها صحيح لكن الان مشيت نخدم في اليوم على انتربول، وصحيح قاعد نتقابل مع منظر الزنيدي في باريس في اطار لقاءات سياسية وكان عنده موقف منتقد للوضع الحقوقي والسياسي في البلاد. اليوم هو كما كشفنا في التحقيق هو في باله ذكي برشا، لكن تعرف يعني اللي يعتقدوا انه مش يستقبل الناس الكل يعني يتوهم. فلما اتصلنا به الثغرة التقنية اللي قلنا له عليها مشات تحبها من الموقع ورجع في شيء اخرى ما فيهش اسمه، فزاد هو اثبت كل هذا. واحنا بالطبيعة لانه احنا مؤسسة تحترم القانون وتشتغل تحت آلة القانون وثقنا كل هذا عند عدل الإشهاد باش تكون حجتنا قانونية ونشرنا كل المعطيات وأثبتنا الآن بشكل نهائي وقطعي أنه ما ينشر على تونيزيا ميترز هو عملية مفبركة، عملية تلاعب موحدة من أخطر عمليات التضليل المعلوماتي في تاريخ تونس الراهن، وأنه من يقف وراء كل هذه العملية المدعو عاطف الحمزاوي اللي هو واضح وأنه شخص يعني حوله شبهات عديدة. وللأسف اليوم برشا مؤسسات إعلامية كما لوموند الفرنسية كما برشا حتى مؤسسات توصية طاحوا في البياج تاع نشر معلومات مغلوطة ومعلومات مفبركة، وكان على المؤسسات الإعلامية هذه أنها تعتذر عوض أنها تحاول تشكك في مصداقية النتائج لتوصلها تحقيق الكتيب. به محمد يوسف فخري عنده سؤال. أهلا محمد. مرحبا سي فخري. بالطبع هو مشكور المجهود اللي قاعد تعمل فيه الكتيبة، والكتيبة أعتقد أنا في رأيي قاعد تعمل في عمل محترم ومحترم جدا، وأعتقد تلعب في الدور متاعها كصحافة استقصائية، ومهم جدا الخلاصات اللي وصلت لها، وهذا ما مكفول حق الرد أعتقد السيد منظر زنيدي أو السيد اللي يتكلم هو باش يرد. ولكن نحب نسأل زاد محمد في علاقة بسؤال في علاقة بالشأن العام، لأنه اليوم علاش تونيزيا ميتر يا محمد دخلت المشهد هذا؟ مش خاطر زاد غياب شركات صبر آراء كانت تلعب في الدور هذا، مش زاد الفراغ هذايا في المجال هذايا سامحة بناس انها تدخل له؟ في رايك انت الان وكصحفي استقصائي، شنو هي الاسباب نتاع غياب شركه صبر الاراء اللي كانت تلعب في الدور هذا وباش تترك هي الفراغ هذا؟ ها الفراغ هذا ولا مدخل سيدي نتاع توجيه راي عام كما تقولوا انتم؟ اذا كان فما
إشكال في الجانب هذا. وأنا نسوق معلومة نقلا عن النائب عماد ولاد جبريل اللي كان في اتصال هاتفي مؤخرا معايا وعلمني أنه انطلاقا من تحقيق الكتيبة، الكتلة نتاعو عدد من النواب قرروا أنهم يقدموا مبادرة لتنظيم عملية صبر الأرى في تونس وتقنينها حتى نسدوا نهائيا الثغرة هذه. مش هذا مربط الفرس خويا فخري؟ مربط الفرس أنه اليوم ثم عملية تحيل معلوماتي قاعدة تصير، ثم تضليل معلوماتي ممنهج، مش صحافي نقل معلومة قد تكون دقيقة قد تكون غير دقيقة، قابلة لحق الرد قابلة للتصحيح. ويعرف زميلي سفيان بن حميدة تبارك الله هو شيخ من شيوخ المهنة يعني من حيث القامة والتجربة، يعرف أن المهنة هذه يعني تحتمل الخطأ، لكن جوهر العمل الصحفي بالأساس وفق كل المدونات الأخلاقية بما في ذلك ميثاق شرف صحفي نقابة الصحفيين واتحاد دولي الصحفيين هو السعي للحقيقة. للأسف اليوم إعلامنا ما يسعاش للحقيقة، سواء في الفضيحة السابقة المرتبطة بتسريبات نادي عكاشة اللي أكد في اتصالنا به عبد الحمزاوي أنه فعلا هو الطرف اللي كان في المحادثة هذيك ويقول أنه وعليش صار تسريب محمد يوكب؟ شو نهزك إلى بيست أخرى ما لغال بزمني نسأل شو الهدف من وراء التسريب كان؟ شوف هو ما تعرف خلود احنا ما ندخلوش في التحاليل، التحاليل لو تبارك الله عندك برشا محللين نجموا يحلوا، احنا نخدموا اكثر على الوقائع ونبحث عن حقائق باش نوصلوها للتوانسه. والحقيقه الماثله اليوم انه تونيزيا ميترز واحده من اكبر عمليات التحايل لانها شركه وهميه واستطلاعات رأي واستطلاعات سياسية مفبركة، وراها رجل المخابرات تونسي يقيم في فرنسا، والرجل هذا كان عنده علاقة بنادي عكاشة مدير في الديوان الرئاسي السابق، يقول أيضا كان عنده حتى علاقة بفوزي الدعات اللي هو يعرفوه التوانسة الكل، نائب الآن في البرلمان وكان في حملة قيس سعيد وهو من الداعمين اليوم المسار 25 جويلية، ويقول أيضا ويأكد أنه على تواصل وعلى علاقة باعتبار أيضا ولد بلاد وينحدر من نفس الجهة مع سي منذر الزنيدي. فبالتالي واضح أنه هذا الرجل يلعب في أدوار ما مشبوهة في كواليس المشهد السياسي، مش بشكل أخلاقي، رغم من حق الناس الكل تعمل السياسة في الكواليس وخارج الكواليس، لكن لما يتم التحيل على التوانسة ويقولوا لهم هاي نتائج، يعني فما صفحات نقلت عليكم على برنامج برهان بسيس التابع المنذر الزنيدي تقول انتهى الأمر وحسم الأمر الدور الثاني بين قيس سعيد ومنذر الزنيدي، هذا كذب، هذا افتراء، هذا التضليل، وبالتالي هذا يعفن المشهد الانتخابي ويؤثر على العملية الانتخابية. واعتقد وانه على القضاء ان يتحرك والكتيبة تضع كل مؤيداتها على ذمة القانون، لانه احنا نؤمن بدولة القانون كما نؤمن بصحافة حرة ومستقلة تنتصر الى الحقيقة. ما يهمنيش الحقيقة هذيك تخدم واحد على اليسار واحد على اليمين، قصة لا تعنيني، احنا اجتهدنا وان شاء الله وسائل الاعلام اللي هي عديدة لنشرة الاخبار الزائفة هذه والمفبركة نقلا على عاطف الحمزاوي ونقلا على ما يسمى في ميزان ميترز اللي هي شركة وهمية، ان شاء الله تعتذر للتوانسة، لانه لاحظنا باستثنائك انت تقريبا خلود جل وسائل الاعلام يعني قفزت على المسألة، ربما فما اكتواليتي اخرى لا تقل اهمية لك المسألة هذه خطيرة جدا ويزم خطيرة. ومحمد محمد انت تعرف حول تأثيرات مخابراتية قد تكون موجودة اليوم في اللعبة الارتباطات يا محمد، الارتباطات الكونيكسيون اللي لقيتهم انت من خلال التحقيق على موضوع هذه شركة صبر الأرى، راهو باش اكيد انه باش تهزك هي شركة وهمية صبرك في صبر الآراء باش يكونوا دقيقين في صبر الآراء، وانت مدربة في التدقيق في المعلومات وتعرف يعني التفاصيل هذه، فبالتالي ونعرف اللي انت زاد المعلومات اللي دعثرت فيهم باش تحللنا فيهم ملفات اخرى، هذاك علي ما حبيش تجاوبني. ان شاء الله ان شاء الله احنا 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 خلود جستمون احنا يعني كما تعرف انت الكتيبة وزملائنا الكل يعرفوا انه نحاولوا اليوم الصحافة تلعب دورها، دور الصحافة كشف الحقائق للناس، دور الصحافة تتحرى في المعلومات، دور الصحافة تكشف حقائق للناس بالصحافة المتأنية، بالصحافة العميقة، بالصحافة الجادة، بالصحافة الهادفة، مش بالكرونيكار اللي في البرامج الصباحية يشوهوا في الصحافة الجادة. وللأسف اليوم برشا رؤساء تحرير في مؤسسات علمية ساكتين على جرائم قاعدة تصير اليوم في منابرنا الإعلامية، وكل التحية ليك ولكل المخيل اللي معاك. شكرا لك محمد يوسفي. جوستو ما باش نعاود نسألكم اللي كنت نقول فيه توا محمد اليوسفي، حكاية باش تكشف برشا حكاية أخرين، لأنه اليوم
نحكيه على مدير ديوان سابقة في رئاسة الجمهورية، تحكي مع رجل مخابرات اللي هو في فرنسا اللي توا يمكن أن يلعب دور في علاقة مترشح آخر. عبد العزيز بعد نعطيكم الكلمة. السيد ذي اللي وراء العملية هذه واللي هو عضو في المخابرات واللي هو كان عنده علاقة بنادي عكاشة واللي صار التسريبات، راهو مش العمل نتاعو اقتصر فقط على هالشركة الوهمية نتاع سبر الآراء وتسريب هالمعلومات هذه والتحيل على التوانسة في توجيههم. هذا الأكيد فما مخطط كامل ومؤامرة كاملة، وهناك أطراف من الداخل والخارج اللي هي أمبليكي في العملية هذه، وهذا يؤكد الكلام اللي يقول فيه رئيس الجمهورية من خلال التقارير اللي قاعدة تجيه ومن خلال المعلومات اللي قاعدة تجيه ومن قبل العمل المخابرات اللي قاعدة تقوم به أجهزة الدولة واللي قاعدة تقدم فيه لرئيس الجمهورية، بأنه هذا العمل متاع كل ما هو مؤامرة ومحاولات التضليل ومحاولة ضرب الدولة ومحاولة التهميش وتحويل الرأي العام ومحاولة المس من تونس والتطاول على البلاد هذه بكل أنواع والأشكال، راهو موجود من قبل ناس معينين. الناس هذه أكثرهم كان مربوط بالسلطة في فترة معينة، اليوم هما جرحى هذه هذا اللي صار في تونس تؤكد نوعا ما بطبيعة الحال هو دليل. هذه الكتيبة العمل اللي قامت به عمل متميز، وهي مشكورة على كل ما تقدم فيه من تقارير سواء في هذه وغيرها، وشوف النتيجة اللي وصلت لها وشوف الأسماء والحقائق اللي أعطاتها الآن. لا هو ما فما حتى شك أنه فما أطراف أجنبية، أطراف معناها من ما نقول أطراف معناها تي واحدة دول ومخابرات أجنبية عندها خطط لي إما الإقلاق أو التغلغل داخل الـ 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 في الوضع التونسي إلى غير ذلك. هذا وهذا أنا نعتبره طبيعي. الـ اليوم إسرائيل والولايات المتحدة كل مرة يطردوا إسرائيل تطرد بعدها أمريكان يتخابروا عليها والأمريكان يطردوا في إسرائيليين يتخابروا معناها. هذه في العلاقات الدول موجودة. سيد هذايا سيد هذا في السيد هذايا راهو كان موظف في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، معناها ما نجموش نتغافلوا على ربط ال 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 الشيء اللي قاعد صاير برغبة أمريكية موجودة داخل المخابرات الأمريكية وكذا. ثم أنه مشى الانتربول، الانتربول راه ما يدخلوا ليش ما يدخلوا واضح هو رجل مخابرات وقالك راه واضح. يلا فخري أنا يعنيني من هذا الكل كما قال سفيان، هذا موجود طبيعي في العالم الكل، هذا العالم الجديد. إلى السؤال يطرح نفسه اليوم، ثم شركات سبر آراء تونسية تلعب في دورها؟ وينو سيجما كونسي؟ وينو الامراد؟ وينو رئيس النقابه نتاعهم نتاع شركه صبره؟ لا اللي خرا يا خويا يخدموا انتوما لي سونداج. لا ما يخدموش ما يخدموا ما يخدموش وتحطهم وتضربهم. لا 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 دي سونداج، عملوا قوانين، الدوله تعمل قانون، الدوله تعمل قانون وتسيب العباد تخدم. هي نعملوا قانون خاصه سيدي، نوع من تحصيل المشهد معاك تو كتيبه ولا صحافه الاستقصائيه لعبت دورها. هذاك هو الدور نتاعها، تلعب في دور. اليوم ثم دور اخر ناقص في الفضاء العام، هو كيفاش تنظيم شركات صبر الآراء. مادام ثم طلب، مادام ثم بزوان، مادام ثم طلب على المعلومة هذه، يا أخي هيش نقنوه وننظموه القانون هذا ونعمل شركات تلعب الدور متاع. شكرا لكم فخري سفيان عبد العزيز. شركات صبر الآراء كان تخرج في صبر الآراء راهو كانوا يخرجوا ويقولوا راهم يكذبوا، راهو كذا اللي ما يخرجلوش في الأول والثاني وكذا، ويتهموهم بالخيانة ويتهموهم بكذا. في الآخر كانوا يعطيونا نتائج أقل في نسبة تدرار أقل من ليكم. سالم هليل خليل كلمة الأخبار بعد نستقبل ضيفنا. ولا طبيعية ولا ضيفنا اليوم الصافي سعيد.